حياك الله. عليكم السلام. سمعت سؤال الأخذ الفقار المغربي؟ والله انت هلا الموضوع اللي طارحينه موضوع مع نحن مع الانبياء انا ورث مدرسنا سابقا. ايه هذا هو الموضوع اللي طارحينه. طيب هذا الحديث انت برايك صحيح ولا ضعيف؟ اي حديث انت كشيعي تعتقد انه صحيح ولا ضعيف؟ لا ما اعتقد به صحيح. طيب الشيخ المفيد بيعتقد انه صحيح، شو رايك فيه؟ يلا اقرا لي والله الشيخ المفيد. انا ما بقرا لك، بس اذا بدك اجيب لك مقطع صوت للشيخ احمد سلمان بقرب هذا الشيء تسمعوه؟ لا لا الاصوات، لان احنا بالقناه يصير اليوتيوب عليها مشكله. انت رحت للمفيد وقرات لحظه، هل ذهبت؟ شوف اخوان الفرق بين الشيعي وبين هذول اللي يقولون نحن اهل سنه الجماعه، انت قرات بالمفيد؟ اقول لك احمد سلمان طلع يا اخي ما له علاقه بشيخ احمد سلمان. شيخ احمد سلمان قريبا يكون ويانا بالقناه وسيله. الان انت مو قلت المفيد، الان شو دخلك بشيخ احمد سلمان؟ احمد سلمان طلع وقال انه في مناظره صارت بين الشيخ المفيد وبين يعني من علماء. والله العظيم تكذب على الشيخ احمد سلمان، اقسم برب العالمين تكذب على الشيخ احمد سلمان. الان طلع من كتاب المفيد. شوف لحظه اخواني، لك بابا يا حبيبنا يا نور عيني، احنا ما نسمع اصوات لان هاي تؤثر على البث، يشتكون علينا. فهمت؟ الآن أنت قرأت كتاب المفيد؟ جاوبني، ليش يفرون؟ طيب أنا ما قرأته، أحمد سلمان ما قرأه؟ أنت تكذب على أحمد سلمان، شيخ أحمد سلمان تكذب عليه، واضح؟ ابعث لك مقطع الصوت. إيه الآن ابعث لي مقطع الصوت أسمعه وبكرة أجاوبك. الآن نرجع للسؤال، هل فاطمة عليها السلام كانت تعلم أن معاشر الأنبياء لا يورثون ولا ما تعلم؟ ألو صار ألو تفضل. إيه السؤال بالله؟ أعيد السؤال. عيد السؤال. السؤال هذا، معاشر الأنبياء عندما قال النبي هذا الحديث قاله قبل وورث وللذكر مثل حظ الأنثيين وورث سليمان داود يرثني ويرثان من يعقوب، قبل هذه الآيات ولا بعد هذه الآيات؟ إيه بلا سؤال، أنا ما سمعتك مني. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هل قالها النبي صلى الله عليه وآله قبل نزول وورث سليمان داود وقبل نزول للذكر مثل حظ الأنثيين وقبل نزول يرث ويرث من آل يعقوب سليمان، مو هيك؟ لا هو قالها قبل نزول هذه الآية ولا بعد نزول هذه الآية؟ كان عن ميراث سليمان، فسليمان ما بيملك شيء أصلا. ماشي ماشي النبي هذا مو بعدين نجي الآن، هل قالها النبي قبل أن تنزل الآية ولا بعد أن تنزل الآية؟ الورثة سليمان داود. شلون كراوي يا ربي إنا لله. لك بابا يا أخونا عمر ايش فيك أنت؟ لما نزلت هذه الآيات هل النبي كان سبق هذه الآيات قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ولا نزلت الآيات وبعدها بسنين قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ إن شاء الله فهم. أصدق والله ما بعرف، هيدا تشوف كده بالسيرة يعني ايمت نزلت قبل وين نزل بعد، يعني كم خلاص ما تعرف كم احتمال، اما تكون قبلها واما تكون بعدها، صح ولا في احتمال ثالث؟ ايه مضبوط تفضل. الناقش يعني ممكن يكون قالب بحياته، ممكن انه باخر حياته يكون قالب، مش ايه الناقش الان قبل نزول هذه الآية صح؟ ايه قبل نزول الآية. يعني هو قالها قبل نزول الآية.
قال معاشر الأنبياء قبل نزول الآية، يعني إنه قبل ما تنزل الآية قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، مو هيك؟ اي قبل نزول الآيات. الموضوع وين الإشكالية بالموضوع؟ على نفرض إنه قال قبل نزول الآية، وين المشكلة؟ طيب لما نزلت الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، هو كان قال قبله، قال إنه هاي الآية لا تشمل الزهراء عليه السلام؟ نعم تشمل الزهراء. خلص هو هذا حكم عام على كل الناس، على كل الأنبياء، كل الأنبياء لا يورثوا ما تركوا صدقة. طيب أيه. لما نزلت الآية قال في الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، قال أن الزهراء لا ترث ولا ما قال؟ لا ما ظن ما قال، يعني ما في شيء وارد انه قال دام قتل دام يعني من نزلت الايه النبي ما شرحها ولا قال ولا بينها، والله قال لتبين للناس. ما بين بالنهايه بين. وتسالوا الحديث يخالف الايه ولا ما يخالف؟ اول شيء اذكر اهم واحد من قدره شلون؟ الذكر أهم واحد إنه يخبره. يخبر مين؟ الذكر أهم واحد إنه يخبر. أبو بكر أهم واحد يخبره؟ عمر مو مهم؟ عمر من فاطمة. ألو؟ عمر عمر مهم لو لا؟ أقول لك اسألني ليش طيب راح أجاوبك. عمر 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 مهم ولا لا؟ نعم. عمر مهم. عمر مهم؟ عمر مهم؟ ايه شو سبب هالسؤال يعني؟ انت مو قلت ابو زهراء بنته، هو مو قال ابو بكر مهم فاخبره؟ ابو بكر مهم فاخبره صح؟ قلت ولا لا؟ اهم واحد عم اقول لك اهم واحد يعني. احسن احسن. الان الزهراء عليه السلام وزوجات النبي مهمات ولا لا؟ مهمين، بس عم اقول لك اهم انهم يخبروا بهذا الموضوع. طيب ما دام مهمين الان، لماذا زوجات النبي ذهبنا والمطالبه بالميراث اذا كنا مهمين؟ يكون مو سامعني بالحديث او لحظه يعني الان النبي عنده زوجه والزوجه ترثه وهي معاه بالبيت فلم يسمعها، وراح إلى شخص في قرية أخرى ولا جارة ولا صديقة وبلغه صح؟ لا مو هيك. أبو بكر كان باعتبار أنه هو الخليفة، هو أهم واحد كان مفروض. أبو بكر كان الخليفة وبزمن النبي. يا عم أخونا ذو الفقار تفضل أنت، تفضل. هذا أنا أريد أتحدث مع الشيخ، هذا لا أريد أن أتكلم معه. على أي حال، على أي حال إخواني، على أي حال. حاج وعد اليوم شافك.